في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أولياء الأمور الكرام، أبناؤنا الطلاب، قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك لتفعيل القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، على زر الإعجاب تشجيعا لنا والاستمرار في هذه القناة. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الوحدة 11، تدريبات على الدرس الثالث، مقارنة الكسور العشرية. Compare decimal. تدريبات على الدرس الثالث، مقارنة الكسور العشرية. Compare decimal. ما المطلوب في هذا الدرس؟ في هذا الدرس يكون المطلوب من الطالب مقارنة الكسور العشرية بوضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طريقة المقارنة بين كسرين عشريين: أولا نقوم بالمقارنة من اليسار بمقارنة العدد الكلي. ثانيا إذا تساوى العدد الكلي نقوم بمقارنة الأجزاء من 10. ثالثا إذا تساوى الأجزاء من 10 نقوم بمقارنة الأجزاء من 100. السؤال الأول، اكتب علامة أكبر من أو يساوي أو أصغر من في المكان المحدد. ففي السؤال الأول 68 جزء من 100، وفي الرقم الآخر 59 جزء من 100. نقوم بالمقارنة بالعدد الكلي، هنا صفر وهنا صفر، ثم بعد ذلك نقارن بين الأجزاء من 10، هنا الجزء من 10 6 وهنا الجزء من 10 5، ونحن نعرف أن 6 أكبر من 5 فنضع علامة أكبر من، فيكون 68 جزء من 100 أكبر من 59 جزء من 100. ثانيا 5 أجزاء من 10 من 100، هنا 4 أجزاء من 100. نقوم بمقارنة العدد الكلي، هنا صفر وهنا صفر، ثم بعد ذلك الجزء من 10، هنا صفر وهنا صفر متساويان أيضا. ننظر بعد ذلك إلى الأجزاء من 100، هنا 5 وهنا 4، ونحن نعرف أن 4 أكبر من 5 فنضع علامة أكبر من، فيكون 5 أجزاء من 100 أكبر من 4 أجزاء من 100. بعد ذلك السؤال الثالث يقول 93 جزء من 100 و39 جزء من 100. أولا نقوم بمقارنة العدد الكلي، فهنا العدد الكلي صفر وهنا العدد الكلي صفر متساويان. ننظر إلى الأجزاء من 10، هنا الجزء من 10 9 وهنا الجزء من 10 3، ونحن نعرف أن 9 أكبر من 3 فنضع علامة أكبر من، فيكون 93 جزء من 100 أكبر من 39 جزء من 100. السؤال الرابع يقول 2 جزء من 10 وهنا 20 جزء من 100. أولا يجب مساواة الأرقام على يمين الفصلة العشرية، هنا رقم 1 وهنا رقمان، فنضع صفر بجانب الاثنين، فيكون 20 جزء من 100 وهنا 20 جزء من 100، ونجد أن الرقمان متساويان، فنضع علامة يساوي، فيكون 2 جزء من 10 يساوي 20 جزء من 100. السؤال التالي يقول اكتب علامة أكبر من أو يساوي أو أصغر من، استعمل قوالب القيمة المنزلية أو الشبكات. السؤال الأول هنا قوالب قيمة منزلية، فنجد أن كل عمود يتكون من 10 أجزاء،
نقوم بالعد 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 يكون 37 جزء من 100. أما القيمة المنزلية الأخرى 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 76 77 فتكون 77 جزء من 100. أي عند هنا الآن نقارن بين 37 جزء من 100 و 77 جزء من 100، فنجد أن العدد الكلي متساوي في كل منهما صفر. ثم بعد ذلك الجزء من 10 في العدد الأول 3 والجزء من 10 في العدد الثاني 7، ونحن نعرف أن 3 أصغر من 7 فنضع علامة أصغر من ويكون 37 جزء من 100 أصغر من 77 جزء من 100. ثاني رسم يكون فيه شبكة بيانية. الشبكة البيانية الكاملة عبارة عن واحد صحيح، عدد كلي واحد، عدد هنا واحد وهنا واحد يكون اثنين اثنين، وعندنا أربع أعمدة، كل عمود بعشرة يعني 40 جزء من 100، يبقى 42 جزء من 100. في الشبكة الأخرى واحد صحيح، اثنين صحيح، اثنين صحيح، وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أجزاء من 10. فيكون المقارنة بين 42 جزء من 100 و 2.5 من 10 نضع الصفر تكون 52 جزء من 100. ونجد أن العدد الكلي 2 هنا وهنا 2 وهنا 4 جزء من 10 و 5 جزء من 10 يكون 42 جزء من 100 أصغر من 2.5 من 10، 5 أجزاء من 10. السؤال التالي يقول اكتب كسرا عشريا لجعل المقارنة صحيحة. قلنا في الدرس السابق أن في هذا السؤال يمكننا وضع أكثر من إجابة صحيحة، أكثر من إجابة صحيحة. هنا عدد كسري أو عدد عشري أصغر من 1.45 جزء من 100، لازم يكون العدد الموجود أمامنا أصغر من 1.45 جزء من 100، فنضع 1.44 جزء من 100، 1.43 جزء من 100، 1.42 جزء من 100، أي عدد يكون صحيح، فنضع هنا 1.44 جزء من 100 أصغر من 1.45 جزء من 100. بعد ذلك عدد أكبر من 3.48 جزء من 100، نحصل على أي عدد يكون أكبر من 3.48 جزء من 100. الأكبر منها في 3.49 جزء من 100، 3.50 جزء من 100، 3.51 جزء من 100. ممكن وضع عدد صحيح، نضع 4، 4 أكبر من 3.48، 5 أكبر من 3.48 جزء من 100، وهكذا. نضع هنا 3.50 جزء من 100 أكبر من 3.48 جزء من 100. بعد ذلك 7.8 أجزاء من 10 يساوي كم؟ هذا له إجابة واحدة فقط، هي أن نضع 7.88 جزء من 100، هو نفس الرقم ونضع أمام 8 صفر، يبقى 7.8 أجزاء من 10 تساوي 87 جزء من 100. رابعاً 8.99 جزء من 100 أصغر من كم؟ 8 أصغر من مين؟ 8.99 جزء من 100 أصغر من العدد الصحيح 9، أصغر من 9.1 من 10، أصغر من 9.2 من 10، أصغر من 9.3 من 10. يبقى أي رقم يكون أكبر من 8.99 يكون صحيحاً، فنحن نضع هنا العدد وليكن 9، فنكون 8.99 جزء من 100 أصغر من العدد 9، أصغر من العدد 9. السؤال التالي، أرسل سعيد طردين بالبريد كان وزن الطرد الأول 248 كيلو جرام ووزن الثاني 2.6 كيلو جرام،
قال سعيد تكلفة إرسال الطرد الأول ستكون أعلى لأن وزنه أكبر، ما الخطأ الذي وقع فيه سعيد؟ وضح إجابتك. فهنا سعيد يقارن بين وزنين وهما 2.48 جزء من 100 و2.6 أجزاء من 10. أولا نقوم بمقارنة العدد الكلي، نجد أنه متساوي في العددين في كل منهما 2. ثم بعد ذلك نقارن بين الأجزاء من 10، فنجد في العدد الأول 4 وفي العدد الثاني 6، وبذلك يكون وزن العدد الثاني أكبر من وزن العدد الأول، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه سعيد، وبذلك تكون تكلفة العدد الثاني أو الوزن الثاني الطرد الثاني أكبر. فنضع أولا صفر لمساواة الأعداد على يمين الفصلة العشرية، ونضع علامة أصغر من، فيكون 2.48 جزء من 100 أصغر من 62 جزء من إيه؟ من 100. والآن نصل إلى فقرة الواجب الكتاب المدرسي صفحة 268 سؤال رقم 21، وهنا نصل إلى نهاية درس اليوم داعين الله عز وجل، أن نكون قد وفقنا في توصيل معلومة مفيدة إن شاء الله. ومع تحيات قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.